طب عبد الرحمن اجي لك، يعني انت احنا قعدنا مع بعض من سنه وقعدنا برضه من قبل السنه على فكره، يعني انا كتير احنا انت كنت معايا لما خدنا الكاس، بس كنت معايا لما خدنا دوري وكاس، ومعايا النهارده احنا بناخد 3 بطولات. ايه البروجريس، ايه اللي حصل في الوقت اللي الفرقه الثانيه برضه مش ساكته، ما هي بتطور من نفسها، ايه اللي عمل معانا الطفره دي؟ هو اللي فارق معانا ان احنا من يعني قبل ما انا اجي الاهلي بكاس سنه، الاهلي كان مركز على قطاع الناشئين. برافو. بس فهو كان، فاحنا عندنا معظم الفرقه السن بتاعها الصغير، فده اللي مخلي شاب من الاخر فيها صحه. برافو. فبتتكلم الاهلي قعد سنتين او ثلاثه كان بيخسر بس بيبني. بس بعد كده احنا الحمد لله احنا دلوقتي اكبر فرقه عندها حوالي 3 فرق، يعني فرقتين السكور بيبقى 14 13 لعيب وجونين. نعم. يبقى في فرقتين وفرقه كمان بره السكور جاهزه. فده اللي مخلينا متفوقين على اي فرقه ثانيه، ان احنا عندنا عدد ما شاء الله، عندنا سكواد تقيل والمتوسط الاعمار صغير. بالظبط. ده اللي فارق معانا كبير. بالظبط. وخدوا خبرات على قد مستواهم الصغير. من الناس برضو، لان في كذا عنصر كبير فبيبتدي ينقل الخبره بتاعته للصغير. فدي صحيح. الحاجه اللي مخلينا فارقين عن الناس الثانيه بكتير قوي. طيب دايما بيكون في مشكله للفرقه لما تقعد 3 4 سنين توصل فاينل وتخسر، وده اللي كان بيحصل معانا. كنا بنوصل فاينل ونخسر. بالذات الدوري، نوصل فاينل ونخسر. بيبقى في مشكله نفسيه. وبيبقى عندك رهبه من الفاينلز. ودي وضع طبيعي كلنا مرينا بده حتى واحنا صغيرين وبتاع، بيجي عليك سنتين ثلاثه ما تتوفقش في الفاينل فتلاقي يحصل عندك مشكله. عليكوا ده ازاي؟ ازاي الجهاز الفني عالج الرهبه دي او الخوف من الفاينل؟ هو احنا المجموعه اللي بتكسب الحمد لله بقى لها سنتين، المشكله ان هي برضه بتتحاسب على حاجه ما عملتهاش، يعني هو بيقولوا اخر 20 سنه 3 دوري بس. صحيح. هو احنا انا عندي 24 سنه ما كنتش بضيع دوري، عندي 4 سنين يعني. واحنا بدانا نلعب مع بعض بقى لنا 3 سنين. كنادي كنادي احنا بدانا زي ما بقول لك التوليفه بتاعت الفرقه دي بدأها مع بعض 3 سنين. اول سنه خسرنا الفاينل بتاع الدوري، بعد كده بدانا نبني تاني من اول وجديد، اللعيبه ابتدت تاخد على بعضها اكتر، يعني الفرقه اخذت على بعضها اكتر، والتيم بوندنج بره التمرين بيقوي العلاقه بين الفرقه، فده بيخليه احسن في المايه، احسن بكتير. طب عبد الرحمن، من وجهه نظرك النادي دعمنا ازاي؟ النادي دعمكم ازاي؟ النادي الاهلي وقف جنب الووتر بولو ازاي؟ ايه الجديد اللي اتعمل لكم في 3 4 سنين اللي فاتوا؟ طلعنا معسكر تركيا ما شاء الله. تمام. ده فرق معانا جدا السنه اللي فاتت. لا اللي قبليها. اللي قبليها. تمام. اللي قبليها. وجاب لنا طبعا مدرب احمال محترم كابتن بلال. يعني ما فيش حاجه النادي بيحتاجها. والتغذيه لا كده كده المدير الفني كابتن وليد عزت يعني. بدون في كمان خبير موجود، مش بيبقى في خبير كمان ولا؟ في خبير اجنبي بس قطاع الناشئين. بس لما بنحتاج يعني حد بيحتاج ان هو ياخد رايه في حاجه او كده بيبقى موجود، انما هو قطاع الناشئين اكتر. بس لكن جه يعني من الناحيه البدنيه جابوا لنا كابتن بلال، كابتن محمد حسنين ناحيه التغذيه كويس. فيعني احنا قبل الماتش بيوم يعني بيبقى كاتب لنا نظام الاكل عندنا ايه وكل حاجه، فهو مفيش حاجه كانت يعني الرياضه محتاجاها هم ما وفروهاش الصراحه. بس طيب على مستوى بقى المنافسات من الفرقه الثانيه، مين ابرز المنافسين؟ يعني لو قلنا السنه دي كان مين؟ هليوبلس. هليوبلس السنه اللي فاتت الجزيره. الجزيره يعني اختلف اهو المنافس. ممكن السنه دي الدوري كان الجزيره، يعني احنا الدوري كسبنا الفاينل جزيرة. من الجزيره. وزي ما عمر قال احنا الاول كان عندنا ناس مصابه كتير، فده اللي خسرنا اول ماتش. احنا خسرنا ماتش واحد بس في الدوري، هو ماتش الجزيره ده عشان كان عندنا غيابات كتير، بعد كده ما خسرناش ولا ماتش. الله اكبر. احنا الدوري كان جزيره. الكاس كان احنا كانوا مجموعتين، كان عندنا ماتش تقيل في المجموعات كان الجزيره بس كسبناه 15-9. الله اكبر. الحمد لله. بعد كده كان عندنا سيمي فاينل الشمس، بعد كده هليوبلس. الشمس فاكر كسبناها قد ايه؟ لا تقريبا فرق 6-7. فرق كتير. هو كان ماتش هليوبلس 10-7 ده اللي كنت 10-7. احنا كنا فارقين في الاول، بعد كده ابتدوا يرجعوا تاني. بس بعدين كابتن وليد ده ظبط. كابتن وليد الخبير الاجنبي. بالظبط. ما هزرش. دخل خبير الاجنبي قام بمهامه معاكم وخلص وظبط لكم الدنيا. بس فركبنا بعد كده. لما كان برضه ليا الشرف ان انا فطرت معاكم في رمضان اللي فات، الفطار اللي على حمام السباحه ده، وشفت ازاي يعني شفت كابتن وائل وكابتن وليد، وشفت ازاي الروح اللي بتبقى حلوه يوم الفطار ده، عالم حاجه جميله جدا على حمام السباحه. لكن ما عرفتش تاكل. لا ما عرفتش اكل. انا والله مش الاكل كتير قوي وما عرفتش اكل، وقمت وقال لسه في اكل. هي الروح. الروح اهم حاجه. الله ينور عليك. احنا مش نادر في الاكل، احنا بناكل طول رمضان. صح. الله ينور عليك.